أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة عن انتهاء فعاليات الدورة الثانية من المهرجان يوم 30 أغسطس الجاري، وذلك باحتفالية كبيرة بتضم العديد من المفاجآت المبهرة. يسدل الستار على الدورة الثانية والتي بدأت يوم 11 يوليو الماضي، تستمر لأكثر من 50 يوم. بيقدم من خلالها المهرجان فعاليات متنوعة ومختلفة بين الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والغنائية والمسرحية بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات في مصر. هذا وتضم اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة كل من أستاذ عمرو الفقي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وأستاذة قصواء الخلالي مدير المهرجان والتخطيط والمحتوى، أستاذ عمرو أحمد المدير التنفيذي للمشروعات والتنسيق، أستاذ أحمد فايق المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي، ودكتورة نشوى جاد مدير المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمهرجان، وأستاذ أحمد بدر مدير المتابعة والتنظيم، أستاذ طارق شرف مدير الأنشطة الترفيهية، أستاذ علي مرعي مدير التسويق والرعاية الإعلانية، وأستاذ أمجد سلامة المدير المالي والإداري، وأستاذ وائل عبد العزيز مدير العلاقات العامة، وأستاذ محمود التوني مدير التشغيل والتنفيذ الإعلامي، والأستاذ أحمد عبد الباقي مدير المركز الصحفي والإعلامي، كما شارك عدد من الشركات في إقامة وتنظيم المهرجان هذا العام. وهم طبعا يأتي المهرجان العالمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية منها مهرجان العالمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية ودعم التنمية البشرية في مصر، دعم كمان للفرص الاستثمارية، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتقارب الطبقات وتحسن الخدمات وتطوير الوجهات السياحية المختلفة. كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية. وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة يو لايف ليستطيع الجميع متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التلفزيون، حيث شهد نسخة المهرجان العالمين 2024 فعاليات متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة أنمع النجوم الكبار والفنانين الشباب ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم. كما يشهد المهرجان زيارة وزراء الحكومة المصرية وإطلاق مبادرات وشركات استثمارية كبرى وتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمؤسسة والمنظمة لمهرجان العالمين الجديدة، وذلك في جولات ومؤتمرات مشتركة بحضور رئيس مجلس إدارتها الأستاذ أشرف سلمان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الأستاذ عمرو الفقي.